بقى وكده. المهم الفكره مع كلمه رانينج هي بجد انا جالي الانجليزي فعلا. فكلمه رانينج دي اللي هي الاستمراريه، ان هو لسه لغايه النهايه الضبابيه اللي احنا مش عارفين هي واقع ولا خيال. هو مدخلنا الواقع مع الخيال، فانا مش عارف هو فعلا طول الوقت زي ما قالت الاستاذ اماني ودكتوره ودكتور محمد ابراهيم طه نفس يعني احنا بنلهس ورا الرجل اللي بيركض وما زلنا بنلهس واحنا مش عارفين في توهان بصراحه لغايه دلوقتي. النقطة اللي عايز اقولها واللي عجبتني كباحث في علم الاجتماع، ان الانسان يعني ايه هو الانسان؟ هو حصيلة المجتمع، حصيلة الحاجات اللي بيتعرض لها، فهو ناتج لكل المحصلة اللي حواليه. فبنشوف مثلا واحد زي مايكل نتيجة طبيعية اللي هو فيه والاضطراب والثورة وال يمكن نقول نتيجة أفعال الثورة اللي هي مش مبررة، بس هي مبررة طبعا من يعني في رواسخ بتأدي للنتيجة دي أو للفعل ده. برضو بنلاقي الكلام ده مع رضا وشخصيته كده بتأدي لكده. فالمجتمع هو اللي بيحدد، المجتمع اللي بيعيش فيه الشخص هو اللي بيحدد النتيجة أو المصير اللي هيبقى عليه بعد كده. يعني مثلا طرزان هو طرزان لانه هو كان في اتربى في وسط اوروبا، تمام؟ لكن لو هو اتربى في عائله ملكيه فرنسيه هيبقى امير فرنسي ويتجوز اميره فرنسيه ويخلف امراء بعد كده وفرنسيس وبرنسيسات يعني. فهي الفكره في علم الاجتماع، وهو كان موفق في كده بشكل كبير جدا ورائع جدا. والصراع الاجتماعي اللي موجود والحبكه الاجتماعيه، يعني يمكن نقول الشق اللي او الغالب على الروايه، يعني انا مش بحب يمكن التصنيفات قوي، لكن الروايه هي انسانيه في العموم، انسانيه انت بتتكلم عن انسان فهي انسانيه، ولكن بيغلب عليها الطابع الاجتماعي، علم الاجتماع. انا شايف علم اجتماع قدامي سبب نتيجه، سبب نتيجه، وده طبيعيه جدا او نتيجه حتميه او طبيعيه جدا لدارس الاجتماع وعلم الاجتماع. كمان في السؤال بسيط جدا بيسأله لمايكل، اجتماعي بحت، سؤال عميق، هي ماما بتعاملك كده ليه؟ طبعا مايكل هي أم ده، بس عشان أمي هو مش فاهم دي لأنه بيفتقدها. تبني عليها كل الأحداث اللي جاية بعد كده، إن الأم مش موجودة ودي أمي، فهي بتعاملك كده ليه؟ يعني هي هو في كده، هو عنده سماح اللي هي بتقلب في، ايوه اللي هي بتقلب وتعدل في ثانيه، وطبعا بتعيش دور المظلوم شويه ودور بتطبطب شويه، بس في الاخر مش ام، الام لا تعوض. فبيقول له ببساطه مايكل دي امي، وده دور الام في المجتمع. الحاجه من الحاجات الرائعه يعني واللمحات اللي هي دي امي دي، بس اللي هي يعني مجرد كلمه بس بسيطه ولكن تعبر عن كتب خلاصه علم الاجتماع ودور الام طبعا في المجتمع. اتقبل جدا الحوار لما يبقى نقطه ثانيه بقى بالنسبه للحوار، لما يبقى الحوار او اللغه فصحى والحوار عاميه بيبقى مستساغ او بيبقى قريب قوي للقارئ. يعني صعب جدا مثلا ليزا خذا وام مايكل مثلا تقول لهم خذا ومش عارف اطلاق، لا يعني هي بتتكلم بطريقه عاديه، فالعاميه بتبقى اسهل وايسر للقارئ يعني ان هو ما يحسش بقلق. لكن الكتابه او السرد بيبقى بالفصحى، ده معترف بيه او معتاد يعني. الحاجه الثانيه اللي بس مستغربها ان سماح اللي هي البنت وبنت يعني في مجتمع ريفي، وبنت واكبر يعني في سن اقدم وحصلت على شهاده جامعيه، في حين ان رضا اللي جه بعديها انا استغربتها يعني. رضا او في فرق طبعا بين القناعه والخنوع، هنا هي هو عايز يصور ان هي خنوع، بس كان مبالغ فيه قوي ان رضا برغم ان هو حصل على الثانويه العامه ودرجات حلوه وما يكملش. فدي يعني دي مش يعني ما قدرتش استريح لها، لا مش مستريح لها. هو في وضعها كبديل الام ومعاها
وبقت وحصلت على جامعه وحصلت على شهاده جامعيه، لكن هو الولد بعد كده اللي هو جه تلاها بعد كده، وبالرغم ان هو حصل على درجات في الثانويه العامه ما قدرش عشان يشتغل على مكنه ويورث ابوه في الشغل يعني، ولكن مع العلم ان كان ممكن برضو يبقى في جامعه. واغلبنا بنعمل كده يعني، اغلبنا اشتغلنا مهن والدينا واحنا في الجامعه ده، واحنا في ثانوي كمان اشتغلنا واحنا في وقدرنا نوازن بين الاثنين، وقدرنا يعني كانت هتبقى اظرف ان هو يكمل، مش لازم يعمل قطع للدراسه خالص في سبيل كذا. هو طبعا عايز اوضح ان الخنوع بتاع ده مش خنوع ولا قناعة ولا خنوع، وفي فرق كبير طبعا بينهم. بس لكن في النهايه روايه رائعه جدا جدا، وان شاء الله بالتوفيق ونشوف اعمال كثيره ونجاح ان شاء الله. شكرا. دكتورة دينا شافي، أنا برضو بضيف إعجابي للأسلوب المشوق، إن أنا لما ابتديت أقرأ فيها خدتني، بس هي بقى التناقضات اللي هي عقلي ما قبلهاش دي بقى مأرقاني، لأن أنا ما كنتش في بداية الرواية مش باين إن هو مريض نفسي، يعني أنا عرفت إن هو مريض نفسي في الآخر. غير كده برضو حتة إن هو مريض نفسي وبيأذي الضعف، يعني عمل الضعف زي ما الدكتور محمد قال في الهدف بتاعه، يعني لو هو فضل انا يعني كنت افضل ان هو ما يبقاش فعلا مريض، هم دخلوه علشان يبقى الناس تفتكر ان هو مريض، لكن هو يفضل عايم عشان الرساله بتاعته الهادفه اللي هي من اول الروايه توصل وتترسخ في نفسيه القارئ ويتظبط عليها بقى بعد شويه الحاجات اللي هو ممكن يكون يعني التناقضات دي تتعالج بخفه كده، بحيث ان هم مثلا كان تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. Good luck.